قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التطاريز الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو. و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. كما تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش و700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة ومصنعين للحشيش بمشتملاته وكذا مكبس حشيش. كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبأ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر. و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي 8 كيلوغرام. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تم ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر وبندقيتين مختلفتين في الأعيرة و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالي 43.5 كيلوغرام. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري.